اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. هنروح بقى لكره القدم. امبارح ريال مدريد حقق بطوله دوري ابطال اوروبا للمره ال 15 في تاريخه ورفع رصيده للبطوله القاريه رقم 30. تقول لي يا عم اسلام انت يعني هتشرح لنا ايه اللي بيحصل في ريال مدريد؟ يا جماعه النادي الاهلي منافس ريال مدريد. الاهلي وريال مدريد بالمناسبه وجهين لعمله واحده، سواء في النجاحات او في الانتصارات. ناديين مش بيفكروا في اي حاجه غير البطولات. الاهلي حقق الاميره الافريقيه للمره ال 12 في تاريخه. ريال مدريد حقق البطوله الاوروبيه للمره ال 15 في تاريخه. 26 بطوله قاريه النادي الاهلي يعني، وهو وصيف ترتيب ريال مدريد لغايه دلوقتي 30 بطوله وهو متصدر الترتيب. حتى امبارح تصريحات انشيلوتي بعد المباراه وبعد التتويج قريبه جدا من تصريحات كولر. انا عارف الناس بقى اللي هم بعد ما نلاقيه يشجع الاهلي هياخدوا الكلام ده ويقعدوا يهزروا ويضحكوا ويعملوا ويتريقوا، مش هيبقوا فاهمين اللي انا بقوله ده كويس، لانه مش كل الناس هتبقى فاهمه هذا الكلام. انشيلوتي قال احنا سعداء بتحقيق اللقب بعد مباراه صعبه جدا، ولكن جماهير ريال مدريد سيطالبوننا بتحقيق الستاشر. افتكروا كولر قال ايه؟ قال سعداء جدا بتحقيق هذه البطولة ولكن جماهير النادي الاهلي بتطالبني بالتلاتاشر. نفس الكلام تقريبا اللي قاله، هو مش نفس الكلام، هو نفس تفكير نفس ثقافة البطل، سبب البطولات والانجازات. من أهم هذه الأسباب أن الجماهير والجهاز الفني واللاعبين مش هيفكروا غير في حاجة واحدة بس، بطولات وانتصارات. اللي شبه الهجاصين والهجاص والمطرود والناس دي، الناس دي بتعمل إيه؟ تقعد تتريق على ريال مدريد وتتريق على الأهلي وتتريق على ليه؟ لأنه ما عندهمش هذه الثقافة. هي ثقافة مش موجودة بجد عندهم، فما يعرفوش. يقول لك أصل ريال مدريد لعب وحش قوي إمبارح ومش عارف إيه الشوط الأولاني. طب ما هو كان كويس الشوط التاني وكسب. هو حد هيفتكر من النهارده؟ في ناس تقدر يعني الناس اللي ما اتفرجتش على الماتش يقول لك ايه؟ ريال مدريد ده يا جماعه ما حدش عارف ريال مدريد لعب ماتش كويس ولا وحش، ما حدش عارف الاهلي لعب ماتش كويس ولا وحش، ما حدش عارف الوداد من سنتين امام الاهلي كسب المباراه دي ازاي؟ كسب احنا فاكرين كاهلاويه، انا فاكر 2007 ايه اللي حصل معايا. أنا فاكر أنا كنت بلعب، جمهور الأهلي اللي في هذا التوقيت فاكر، جمهور الأهلي دلوقتي فاكر، وعارفين أن عبد الرحيم العرجون له دور كبير في هزيمة النادي الأهلي في هذه المباراة، مباراة الوداد واللي خبى الجواب في الدرج، كل الأهلاوية فاكرين الكلام ده، ولكن ما حدش بيفتكر بقى بعد مثلا 50 60 100 سنة هي البطولة دي اتخذت إزاي؟ الهجاص والمطرود يفتكروا ويقعدوا بقى يحللوا وبتاع، يمشوا عكس الاتجاه دايما علشان يبقى الأمور بالنسبة لهم جيدة. ولكن هذه الأمور ليست صحيحة. ثقافة الفوز هتلاقيها عند ريال مدريد، هتلاقيها عند النادي الأهلي. عشان كده ريال مدريد هو الأنجح في أوروبا والأهلي هو الأنجح في إفريقيا، وستظل مثل هذه الثقافة هي المحرك الرئيسي لكل الجماهير الأهلوية واللي بيحبوا دايما ثقافة الفوز، ثقافة البطل. النادي الأهلي النهاردة اسمع يعني وحضراتكم قاعدين بتسمعوا كابتن خطيب، وبعد الحلقه ممكن نزع لكم الكلمه كلها كامله، وانتوا قاعدين بتسمعوا كابتن خطيب هتعرف يعني ايه ثقافه الفوز. بيكلمك على اربع بطولات انت خدتهم، مبروك وهايلين وكويسين وكل حاجه، ولكن احنا خسرنا بطوله ليه؟ طلعنا من البنك الاهلي في الدور قبل النهائي في كاس مصر في كره اليد ليه؟ هو ده الكلام. عموما خلونا نطلع نشوف تقرير وصراع كبار القارتين الإفريقية والأوروبية يتواصل من خلال صراع الأهلي وريال مدريد.